مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الأسبوعي بيت القصيد. في هذه الحلقة عبر سكايب مرة أخرى نذهب وإياكم إلى جمهورية مصر العربية، مصر القصيدة الكبيرة، مصر القصيدة التي وزعت ذاتها راضية مطمئنة على أبنائها، فأنبتتهم من رحم المعاناة شعراء يصدرون نور الشعر إلى العالم كله. من مصر معنا عبر سكايب الشاعر المتميز حقا الأستاذ حاتم الأطير. أهلا بك أستاذ حاتم، معنا حللت أهلا ونزلت سهلا على بيت القصيد. أهلا بك يا صديقي العزيز، أشكرك على هذه الاستضافة الجميلة والدعاء الطيبة. أهلا بك وبكل المشاهدين حول الوطن العربي. نحن الأكثر سعادة بتشريفك لنا يا حاتم. في البداية كلمنا قليلا عنك في حدود دقيقتين وأخبرنا عما تحب أن نعرفه عن حاتم الأطير، تفضل. والله يا صديقي باختصار، أنا يعني حاتم الأطير شاعر مصري 32 عام. نعم. نشأت في مدينة ديلا ومحافظة كفر الشيخ في شمال مصر. درست التاريخ. عفوا صديقي تسمعوني؟ نعم نحن معك، تفضل. نعم، حصلت على درجة الليسانس في التاريخ. أكتب الشعر من مبكرا، من سن 6 سنوات تقريبا، أو أعي أن هناك كتابة شعرية ما في العالم. يعني مصادفة صدر لي ديوان مسجد على القمر، ديواني الأول، وحاز جائزة الدولة التشجيعية للآداب فئة الشعر الفصيح. صدر لي أيضا ديوان ثابت نفسه هذا الرقص، ديواني الثاني، والآن بصدد وضع اللمسات الأخيرة كما يقولون في كتابي الثالث، كتابي الشعر الثالث. هذا كل ما في الأمر، وأب لطفل. ما شاء الله ما شاء الله يا حاتم، يبدو أننا أمام مبدع يعي جيدا طريقه والخط الذي يسير فيه والمشوار الذي يعني يأمه متطلعا من خلاله إلى تحقيق ذاته شعرا وإنسانية كذلك. حاتم، في البداية وقبل أن نذهب إلى الشعر، ما الذي يبحث عنه كل شاعر باعتقادك؟ أعطني إجابة تمثل حاتم الأطير. هذا هكذا كل شاعر يقول. أحيانا حين أتعامل شعار أصغر ترسم أي ما يحدثونني عن الشعر، يعني حول هذا السؤال تقريبا، يعني أقول له حدد ما تريد لتعرف ما هو الشعر. إن كنت تريد مالا من الشعر هذا طريقه، وإن كنت تريد شهرة من الشعر هذه الطريقة، وإن كنت تريد شعرا فتريد تجربة ما إلى ذلك. حاتم تريد سوى أن يبقى نفسه الشعري، هذه كلمة شائعة، لكن عمليا يسعى حاتم إلى تطبيق أنا وأطراف النهار. فقط كذا قائلا في شطر من الشعر، شعري وحياتي، أحب أن الشعر، أحب أن دون أدنى سلطة. لذلك قال حاتم كثير يحرر نفسه من ضغوطات قد تضطر إلى الكتابة تحت سلطة ما، مثل السلطة المالية. هو أمر مثلا يشكل أهمية كبيرة لكل شعراء الشباب من جيلي حول الوطن العربي، تقريبا نشأة واحدة وبيئة واحدة وظروف واحدة في هذا العالم العربي الجميل. كنت لا أريد مثلا أن أكتب شعرا تحت هذا الهاجس. نعم. الذي قد يضطرني إلى سجن نفسي في ضائقة محددة. يا سلام. لما أردت لقصيدتي أن تكون حرة تماما، هذه الحرية لا تتأتى للقصيدة إلا إذا كان صاحبها في الأصل حرا. يا سلام. لذلك كانت الحرية المالية أحد أهم العوامل التي كانت لابد أن تتوفر للكتابة الشعري، وهذا أمر ليس سهلا إطلاقا. وأقوله وأبدأ به وأنت تحدثني عن الشعر، لأنها أمر يشغل الشارع الشعري العربي الآن، ولا سيما الشاب، ونقطة خلاف كبيرة. كل هذا يا صديقي نقرأه في القصائد. يا سلام. كل هذا ألاحظه في قصائد زملائي وأقرابي، كل هذا ألاحظه في نمط الكتابة، كل هذا ألاحظه فيما يسمى المعايير العامة للأدب أو للشعر الرفيع. نعم.
في المعجم، في القاموس، في المخيلة، في كل ما يمثل تأثيرا على كتابة الشعر. عشت شعري وارتجفت حياتي، هذا أمر ليس مجازيا وليس سهلا وله ضريبة كبيرة. لا يريد حاتم في النهاية سوى أن يكتب نفسه كما يحب، يسمي دواوينه كما يحب، يسمي قصائده كما يحب، يكتب في الموضوع الذي يشغله، يكتب في الموضوع الذي يراه. والسلطة التي توازي بقى سلطة المال هي سلطة الضائقة العامة. المغامرة في الكتابة لم تعد شائعة أو معروفة أو مدروسة أو متداولة حتى بين كلام الشعراء في جلساتهم اليومية. يا سلام. سيتحدثون، سيأخذ يعني ثلاث أربع الحديث سيذهب إلى ردود الفعل، ردود فعل ما بعد الشعر. حتما. سيذهب إلى كلام إعلامي في الغالب، سيذهب إلى يعني سيذهب إلى كل شيء. نعم. عدا الكلام من القواعد التي تنطلق منها القصيدة، الخلفيات النفسية لكتابة القصيدة. فلم أعد أجد كلمة مغامرة مطروحة أو كلمة تجريب مطروحة بشكل كبير. ربما أكاديميا يتم تداول هذه الكلمة، لكن عمليا نحن لا نتحدث في هذا ولا نتكلم في هذا ولا نسمح أحيانا لقصائدنا أن تعبر عن ذواتها في هذا الاتجاه تحت ضغط السلطة الضائقة العامة. هذا ما اعتاد قراء الشعر عليه. لا أستطيع أن أغامر بهم ذاهبا إلى الخلاء لجرب منطقة كذا قد لا يتعود عليها القارئ، قد لا يحبها، أو لا يوجد وقت للدفاع عنها، أو لا يوجد وقت أو طاقة لاستمرارية في الإنتاج بها. تحتاج إلى طيار، مش إلى شاعر واحد، تحتاج إلى جيل أو نخبة أو 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 أو, أو يعني طيار كتابي، مدرسة كما كانوا يقولون زمان. لا تتحمل أنت وحدك عبء هذه التجارب. هكذا يكون الكلام على قدر ما في هذه الإجابة يا حاتم. أيضا أن يتخلص من سلطة الضائقة في العالم. أحسنت جدا. على قدر ما في هذه الإجابة من جمال، على قدر ما فيها من وجع، على قدر ما فيها من فهم واع لحقيقة الواقع. أنت تؤسس لنفسك ولغيرك ممن أحب ويشاء، تؤسس فكرة الحرية، على الشاعر أن يكون حرا بنفسه، حرا بذاته، حرا بماله، حرا بأفكاره وقراراته، حتى يكون حرا بقصائده ويصدر الحرية للآخرين. الحديث عن الحرية متواصل يا حاتم، وأكيد سنتحدث في هذا الموضوع كثيرا في سياق هذه الحلقة، لكن قبل ذلك استفتح لنا بقصيدة من شعرك يا أخي، تفضل، نريد أن نسمع الشعر قبل أن نذهب مجددا إلى النقاش. إنهم لا يعرفون الشعر إلا غزلا، كشتاء قرطبي تلاشى كرزه والثلج غطى مروجه، جاء لكن المحبين طبعا زعقوا فيه وسبوا ثلوجه. هكذا بالضبط قالوا دبيب العقل هذا قد مللنا ضجيجه، نحن قوم باب ليلى هدانا فانتشينا واشتهينا ولوجه، جبناء قد أطاعوا إلها منويا لا ينقي حجيجة، يحسبون الشعر حمام شمس ومصيفا صب نهد خليجة، فاحزنوا مثلي على شاعر لم يتسلق عبقري بروجة، نسج الحزن رداء وقورا وعرات الفن عاب نسيجة، عاد من غار العذابات لكن لم يجد في البيت حلوى خديجة. يا سلام. وزنه 60 كيلو زهورا ذبلت لما استخفوا أريجة، ليس قردا يشعل الجو رقصا كلما الجمهور أبدى صنوجة، إنما الكوني هذا حصان لم يزين للعذارى سروجة، إنه العطر الدرامي لم تفهم قوارير الملاهي مزيجة، دخل الدنيا ترابا ولكن بسلال النور ينوي خروجه.
يا سلام يا سلام، ما أجملك يا حاتم. أنت في هذه القصيدة تواجه مقص الرقيب هذا الذي ينصب نفسه حكما وإلها فوق الشعراء ويضع نفسه شرطيا على أفواه كل الناس الذين يتطلعون إلى انتزاع حرياتهم والتصريح والجهر بهذه الحقوق وهذه الحريات. أنت في هذه القصيدة تؤسس لفكرة الحرية، الشعوب ينبغي أن تكون حرة كما ينبغي، كما تحب، كما تشتهي وتستحق. أحسنت يا حاتم، أيما إحسان. عن فكرة الحرية، عن فكرة الحرية في وجدان الشاعر، يعني أنت طرحت فكرة الحرية الذاتية، الحرية المالية والحرية الفكرية أو الفكرية، وكلها مجتمعة قد تؤدي أو تخلق الشاعر الذي لا يكون مثلا بوقا لغيره ممن ينفعونه أو يعني يرزقونه فتات مالهم. الحرية في ظل الظروف الصعبة التي نعيشها، فكرة الخروج والتمرد في ظل الحالة التي يمر بها شبابنا وظروف البطالة والنسق الصعب للحياة وما نعيش به بشكل عام يا حاتم، قد تجعل مثل هذا الحلم أفلاطونيا. كيف تعلق على هذا؟ نعم يا صديقي أحسن، يبدو فعلا أنه يعني شيء طوباوي أفلاطوني صحيح. أنت تتحدث وكأننا نعيش في واقع وفي بلد اجتماعية وفي عائلة يوميات واجبات، تتحدث وكأننا نعيش في محراب العلم فقط. أعرف أن الأمر شاق، لكن صدقني يا صديقي، عبر كل العصور عانى كل الشعراء أو الأدباء، يعني عانى كل أصحاب الرأي وأصحاب الفكر وأصحاب الفن، عانى كل الفنانين نفس الفكرة، وإن اختلفت الظروف واختلفت البيئات واختلفت المواضيع، لكن كان هناك هذه المعاناة. اللعبة يا صديقي أن تتحمل أنت مسؤولية قرارك. يعني يعني أتعجب حين يريد المرء كل شيء بسهولة وبوفرة، عندما تحدث مشكلة تجده يقول لك لكن في هذا مشكلة، في هذا عائق. يا صديقي خلقنا للعوائق، يقول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: لولا العثرات والمحن لشككت في الطريق. يا سلام. ستقول لي أيضا يا حاتم هذا كلام شاعري، هذا كلام جميل، لكن على أرض الواقع لا نتحمله. الذي يتحمل هذا يا صديقي والذي يعيشه والذي يعي حقيقة وسر هذا الكون، يعني لا بد أن نشقى، لا بد أن نتحمل شقاء حريتنا. يا سلام. هذا ما أسميه بالضبط العذاب، العذب. عندما تتعذب بعذوبة أو تذوق عذوبة عذابك هذا يعني في الحياة. يا سلام يا حاتم. شوف يا صديقي، تتحدث أنت هنا تشير إلى فكرة، لكن ما قرأته. هل تسمعني يا حاتم؟ أنت تشير هنا، جميل جدا، أنت تشير هنا إلى فكرة أن من يريد أن يحفر اسمه في سجل الخالدين عليه أن يكون دائما في المقدمة، عليه أن يبادر، عليه أن يكون صاحب موقف، ولا أن يكون مثل الدهماء أو في أغمار الناس يقول ما يقولون ويفعل ما يفعلون. عليه أن يقود رأيهم ويكون الشمعة التي تضيء من أجل الآخرين وتضيء لهم دروبهم، أليس كذلك؟ نعم صديقي، هذا جرب لكي تكون في المقدمة في الضربات الأولى. نعم. يعني فلا تشتكي من هذا، يعني لا تقل أنا متعب، كلنا تعب يا صديق. والحياة حرية، اختر ما شئت واكتب ما شئت وافعل ما شئت، لكن كل يختار موقعه. فأتعجب فقط نحن ضد فكرة أن تريد السماء بقوانين الأرض، أو تريد السعادة وأنت لا تتحرك لها، أو تريد المجد وأنت لا تستيقظ له. هذه هي الفكرة، يعني هذه الأفلاطونية الحقيقية، أن تحلم بشيء أنت لا تفعل في سبيله أي شيء. هذه هي الأفلاطونية. إنما القمة الواقعية أن أحلم بنجمة في السماء، لكني في كل صباح أخطط وأحاول أن أصل إلى السماء حتى وأن يرى الجميع هذا شيء مثالي، لكن ما دمت أحاول هذا وأعمل عليه وأؤمن به، هذه واقعية. الأفلاطونية بقى من وجهة نظري هي أن أريد شيء لا أفعل في سبيله أي شيء، ولا أريد أن أبذل قطرة عرق. صدقت يا حاتم، صدقت في هذا، وكذلك صدقت في شعرك.
أحسنت يا حاتم، نريد منك قصيدة جديدة الآن قبل أن نذهب إلى سؤال مختلف سأقتبسه من مكتبتك العامرة التي يعني نراها ونحن نشاهدك ونستمع إليك. خذنا إلى قصيدة جديدة ومن ثم نعد لك السؤال على طبق من فضة ريثما تنضج هذه الأفكار العذبة التي أنت تحاول أن تؤسس لها. نتمنى أن تتحقق في نفوس كل الشعراء وأن يكون الكل فعلا صاحب فعل مثل ما كان صاحب قول مثل ما تفضلت يا حاتم. تفضل. في أولا يا صديقي أن تتحقق في أولا يعني أن يكون الكلام الذي نقوله أصلا نحن يعني هذا هو المرجو لنا ولك وللجميع، ما يكونش كلام يعني للآخرين فقط. تفضل أسمعنا القصيدة الجديدة. طبعا الترحيب بالعراق وفضائيتها الجميلة أود أن أقول قصيدة مستغلا هذه الوقت الجميل، قصيدة بعنوان معزوفة بغداد. تفضل. أقول فيها: بص الكلام على الدنيا، تخيل لو صارت له قدم يمشي بها ويد. بص الكلام على الدنيا، تخيل لو صارت له قدم يمشي بها ويد، فكان شيخا عراقيا، أريكته حط المداد عليها واستوى المدد. يا سلام. صلى العشاء صلاة المكتفي، بسط المساء مكلمة، طلابه احتشدوا، تربع الحظ مسرورا به، وحكى عن ظبية لم يدندن خمرها أحد، وباح رمل شريف بالذين مشوا وهم حفاة خفاف بالسما انفرض، واستطرد النهر، قال العاشقون ثرى سيماهم زفرة تعلو إذا وردوا، وفضفض المنجل التعبان، وامتدح البرسيم ركعة شمس ربها صمد. شيخا به دورق زاه يصب سلاما فاخرا وبراحا كله برد. يا سلام. تلا على الأرض شعرا مؤمنا، فغفت سعيدة واطمأنت حيث طاب غد. تكلمته الشبابيك الخجولة. ماذا بعد أن تكلمت هذه الشبابيك يا حاتم؟ عفوا. لا بأس، ماذا بعد حديث الشبابيك؟ تفضل خذ تلا راحتك. على الأرض مؤمنا فغفت سعيدة واطمأنت حيث طاب غد. تكلمته الشبابيك الخجولة والحصان والدف والبطيخ والزبد، وقلدته فراشات إذا لمحت ضوءا يضم جماليين تتحد. شيخا يمر كأن حرية بزغت، الشمعدانة روح والندى جسد، يعامل الناس أقمارا إذا انطفأوا يبكي، ويلمع فرحانا إذا اتقدوا، يؤدب الضوء يا للضوء، وهو صبي في حضانته الخضراء ينتقد، يعنعن الغيث إذ يروي البشارة عن عصفورة عن سحاب عن ضحى يعيد، يرى الزهور فدائيين عطرهم دم، فليس حزينا إنهم صعدوا. يا سلام. وليس يمدح سلطانا ولا بلدا، بل القلوب التي أخلاقها بلد، ولا يقول رقصنا والهوى كبد، لكن يقول قرأنا والمدى كبد. بغداد يا صاحبي في الخلد، كيف هوت على التراب سماء وانثنى الأبد، وكيف رعبا تبول الأغنيات، وعقرب على ياسمين باسم تلد، وكيف فرفر مصباح وداخ قرنفل، ولف على ريش الفتى مسد، تحت الحطام حليب لم يذقه فم، وفكرة لم يصافح نورها خلد. انظر فذي نخلة مرعوبة، نهب الخفاش طمرتها، والفل
مرتعد والبنت ماتت ولم يطلع لها عنب ولا تغزل في نعناعها ولد، كأن سوسا على الإبداع ينخره حتى أذلت لسان البلبل العقد. يا الله. من الظلام أناس كلما لمس الحياة صبح لطيف مسهم نكد. من الظلام أناس كلما لمس الحياة صبح لطيف مسهم نكد. وسنة الشر أن لو شاخ ساومنا على سنابلنا أولاده الجدد. وأنت يا صاحبي باب الإنارة مفتوحا ويشرق من ألماسه الرغد. لما ديارك ساح الزعفران بها تنفسوك وفي حلقومهم حسد. حقدا على نخوة فلاحة همسوا في الناس لا بد طاو نخلها أمد. وسلسلوك ولكن خيلك انفجرت. وزلزلوك ولكن طينك الوتد. وشيطنوك فدبت فيك بسملة. وفتشوك فما غير السما وجد. يا سلام. وفتشوك فما غير السما وجدوا، لا فضة أفوك ولا عش شانئوك. الشاعر الجميل جدا حاتم. مشاهدينا الكرام، نخرج الآن وإياكم إلى فاصل قصير، بعده نواصل، ابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا. عدنا من جديد مشاهدينا الكرام ونواصل هذه الحلقة من برنامج بيت القصيد رفقة الشاعر الجميل حاتم الأطير من جمهورية مصر العربية. الكامل في التاريخ، وهو كتاب يقع فيما يزيد عن 10 مجلدات أو 10 مجلدات. الشاعر حاتم، لماذا على الشاعر أن يدرس ويتفحص ويقرأ التاريخ؟ هل فقط ليستلهم العبر، أم أنه يدخل أيضا في اشتغالاته وتقناته والأدوات التي يمتلكها؟ هل من الواجب على الشاعر أن يغوص عميقا في كتب التاريخ؟ على الأقل يقرأ فيه يعني، أو يغوص عميقا، لا يعني ليس شرطا أن يكون متخصصا فيه أو أستاذا فيه، لأنك ليس يعني ليس بمستطاع بكل الأحوال أن تلم أو تصبر أغوار كل العلوم وكل المجالات، صعب. لكن على الأقل على الشاعر العربي، على الشاعر عموما، أن يمر على التاريخ ويقرأ فيه. يقولون أن في التاريخ، من التاريخ نأخذ العبر، عبر السابقين. أقول أيضا أننا في التاريخ نقرأ المستقبل، هذا معروف. نعم يا صديقي، نقرأ الحاضر والمستقبل في التاريخ. يقولون التاريخ يعيد نفسه، لا، للتاريخ قوانين يا سلام ثابتة وسنن ونواميس ثابتة. إن قبضت عليها قبضت على الحاضر والمستقبل وفهمت اللعبة الكونية كاملة. في التاريخ ترى الشعر، اللغة، لأنك مثلا عندما تقرأ لغة ابن الأثير أنت تتعامل مع لغة تراثية رفيعة المستوى وعظيمة الشأن، لغة وصحيح ويكتب في التاريخ، لكن تعرف أن العالم قديما كان ملما بأبجديات الحضارة العربية من لغة وفقه وذوق وكل شيء. نعم. تقرأ اللغة، تقرأ أحوال الناس، تقرأ نفسك في كل هذا، تقرأ مستقبلك، تقرأ شعر أيضا، أحسنت. ترى حياة كاملة، ترى سينما. أنا أشاهد السينما عندما أقرأ التاريخ، وأنا أقرأ في الكامل في التاريخ أشاهد السينما بأحداث عاطفية وأحداث سياسية ومعارك مفتوحة. ترى كل شيء طبعا، تتأدب، وهو نوع من الأدب قراءة التاريخ. فعلى الشاعر على الأقل لابد أن يمر على التاريخ ويقرأ فيه، على الأقل في حقبة ما، أو في تستفيد من أو تجارب بطريقة الغير أو وتحاول من ليس خلال علي أن يقرأ. قراءتهم أنا درست التاريخ، هذه أن دراسة تجتنب يعني أخطاءهم. دراسة الجامعية، نعم. لذلك تجد عندي بعض يعني المصنفات أو المجلدات هي باعتبارها مراجع،
أنت في قراءتك للتاريخ يا حاتم تحاول أن تجتنب أخطاء من سبق وأن تتعلم من تجاربهم الناضجة، وبالتالي تربح مرتين، أنك تتجاوز أخطاء وقع بها آخرون وبالتالي لا تتكرر، وفي نفس الوقت أيضا تستفيد من هذه التجربة وتعمقها وتسقطها على الواقع. ليس بعيدا عن التاريخ حديثنا الآن يا حاتم، ولكن في إطار مختلف قد يدخل على اشتغالات أو ما يشتغله الشعراء في نصوصهم. هناك من يحاول أن يستورد المصطلحات الأجنبية، الروايات، الأساطير الغربية إلى آخره. قد يقول قائل لا بأس بمثل هذا، لكن هناك من يحاول أن يجعل من هذا النمط بديلا عن التراث والموروث العربي. ما رأيك في مثل هذه الأفعال؟ نعم، يجعله بديلا، هذا هو الخطأ أو الجرم الكبير. يعني نحفر خدودنا بأنفسنا أن نجعله بديلا. لا، الاطلاع يا صديقي، يعني لا يوجد عاقل في الدنيا سيمنع أحدا من الاطلاع على معارف الآخرين ولغة الآخرين وثقافة الآخرين. هذه أصلا مهمة، أحد مهام الإنسان. سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق مثلا، لو خلقناكم شعوبا وقبائل تعرفوا إلى آخره. هذه أصلا يعني ده فرض عين على كل عاقل وكل أديب وكل شاعر. ما بالك بقى لو شاعر مهموم بجنسه البشري، فلا بد أنه سوف يطلع على كتاباته وأفكاره وفنونه وحضاراته وثقافاته، طبيعي. لكن أن يأخذك جانب من جوانب البشرية مثلا في الغرب الأوروبي أو الأمريكي أو الياباني مثلا أي شيء، أو في الشرق، حتى في الشرق الآخر غير العربي، أيا كان، جغرافيا غير جغرافيتك يعني، وتجعلها بديلا عنك، أنت تستورد شخصا آخر غير نفسك يعني، هذا لا يمكن أن يعقله أو يتقبله. أنت تغيب نفسك باستحضار غيرك، شاعر في أي مكان في العالم، تغيب ذاتك، تغيب حاضرك، تغيب مستقبلك. أنت تصنع من نفسك مسخا في حال استوردت الآخر وجعلته بديلا عن ذاتك الخاصة التي تمثلك. حديثك لا يقل جمالا عن شعرك يا حاتم، لكننا كلنا شوق إلى قصيدة جديدة منك. يا صديقي أنا لا أستطيع القصيدة، وربما لا أستطيع الكلام داخلها يعني، فنعود للشعر. نعم، تفضل. أريد أن أقرأ لك من القصائد الجديدة، يا سلام، التفعيلية. أم نحن محكمون فقط بالنصوص العمودية يعني؟ اقرأ ما تحب، لا تفعيلي. بأس، لا بأس، اقرأ ما تحب من شعر التفعيلة أو العمود، وإن أردت أن تقرأ نصا نثريا أيضا نجا يسمح بذلك، لا بأس، تفضل يا حاتم. ديناصور نجا، الهوان أطل على الناس واختارني أورا، شاهدني أتمجد مروح خطافه ورمى شدني وهو يضحك نياقتي، ثم قهقه لما رفضت الهواء الذي أرجع فيه كدلالي. بمناسبتي الديناصورات لم تنقرض مثلما شاع، يوم قيامتها ديناصور نجا واستطاع البقاء على كوكب وحده، ليس أوحش من كوكب يتردد فيه صدى هائل لو حضى طلق بين سنين. عاش ترى على أمل أن نجا آخر وتمناه أنثى لتنقعه في الحياة، ولكنه بعده فقد الأرض لم يهن في روعه أحد. نجا أن تورط عدم النادر، عدم قابل للوجود لو اثنان يرتقيانِ قدرًا. صادف في سيره بركة حين ذهب في المياه، لأن واحد رأى وجود أهل وأطال الوقوف يشبع من جنسه وهو منعكس في المياه، بدا وطنا آهلا كان يكفيه أن يتسامى على قدمين ويرقص، لو شاقه أن يرى أحدا من أهاليه يرقص أو
يتبسم حين يحن إلى أن يرى أحداً باسماً، هكذا هام في أردأ الأنس، أنس يموج على بركة من شخوص هلاوس. يا سلام. عاش؟ لا، لم يعش، إنه لم يكن ميتاً. هذا أعدل وصف لمن قرفصته الثلوج على هضبة واقشعر وحيداً، لمن رجرجته الزلازل حتى هوى في الشقوق وناح وحيدا، لمن وهبته النباتات مصغبة في الفروع وجاع وحيدا، لمن قال من فرط وحدته سأنام لأحلم بالآخرين، فكان المنام عمى يتخبط فيه وحيد. يا الله. فأقلم بعد سنين مع الهلع الانفرادي، أله مأساته، ثم ركب من خردة ما ورائية شغفا، وتنكر في ثوب ديمومة، ونجا من كمين الفناء، وعاصر جيناته طفرة طفرة، لم يعد ديناصورا، تحول بعد قرون إلى صاعق، صاعق عصبي وفي غاية السوء، ما زال يلطم صبغ المدى باحتقار حتى بكى. يا لهذا البكاء، هذا البكاء الذي ربما العصر. هذا البكاء الشعري الذي ربما يأخذك إلى صورة جديدة ستقرأها الآن، تفضل. أنا شعرت صديقي أن الاتصال انقطع أو شيء. ليس صحيحا، إنما نحن لا نزال متواصلين قلوبا وصورة. لك أن تكمل يا حاتم إذا أحببت، أو أن تكتفي بما قرأت من هذا النص ونكمل النقاش. الإجابة متروكة لك أو القرار، تفضل يا حاتم. نعم صديقي، معك. طيب عموما نسمعك، تفضل يا حاتم أكمل القصيدة. لم يعد ديناصورا، تحول بعد قرون إلى صاعق، إيه. صاعق عصبي وفي غاية السوء، ما زال يلطم صدغ المدى باحتقار إلى أن توهج من حمرة وبكى غيمه، صاعق قذر طورته ليال خريفية من ذوات الرعود الرهيبة، وانتخذته الطبيعة، أصبح ويلا مهولا بعينين حاقدتين، تكون في بيضة سيكوباتية حجمها حجم تهلكة، أفرخت حين جئنا إلى الأرض نحن التراب المفوه، ويل مهول بعينين حاقدتين، يرانا ولسنا نراه، ولكننا نتحسس آثاره في مضاجعنا ومدامعنا. في البداية كان بلا اسم، وكنا إذا ما اضطررنا إلى ذكره نتأوه، لكنه الآن يعرف باسم الهوان، الهوان سليل الملايين من سنوات التوحش، ناج بروح صريع، صريع بوجدانه ظل يرعى لمدة خلد قطيع انتقام، ويكرهنا نحن من حطم الله أسلافه كي تكون لنا الأرض، يكرهنا ويكيد لنا، وكما خلفته القيامة في الأرض فردا، فأضبط خطته في القضاء علينا فرادا، وحين رأى أنه مستعد أطلع على الناس واختارني، فور شاهدني أتمجد، مروح خطافه ورمى شدني وهو يضحك من ياقتي، ثم قهقه لما رفضت الهواء، الهواء الذي يتأرجح فيه كدلاية أدركوني. حدثني، يعطيك العافية يا حاتم، نكتفي بهذا القدر فيما يتعلق بهذه القصيدة، وأكيد سنسمع منك قصيدة أو قصيدتين فيما تبقى من وقت، لكن قبل الذهاب إلى الشعر وقبل أن نخرج إلى فاصل، أريد منك إجابة مختصرة مكثفة كذلك، وأنت على ذلك قادر. حدثني عن هاجسك الأبدي، الهاجس الأبدي الذي يسيطر على روح حاتم، على إحساسه، على أفكاره، على كل تصرفاته.
على شعره أيضا. سؤال ذكي جدا يا صديقي، وملاحظة عظيمة يعني، وحسن استخلاص لحديثك معي. نعم، هاجس الأبدية يسيطر لأنه يعني ظل هاجس الفناء، فكرة الفناء يعني، نحن يعني شعور صعب يعني إنسانيا طبعا، نعم أن تأتي هذه الحياة لتبني تبني 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 لكي تترك كل هذا البناء وتذهب. يا الله. هذا الهاجس، هاجس سيطر على الإنسان منذ بداياته يعني. نحن يعني حتى مثلا زي ملحمة جلجامش هتلاقيها تعالج فكرة الموت والفناء أصلا، قائمة على هذا السؤال الأول الذي بنى حضارة. الحضارة المصرية القديمة كلها مثلا بنيت على فكرة الفناء والبعث والخلود والحياة الأخرى، فكرة مركزية الإنسان في هذا الكون، المرء منه وغير المرء، فكرة ذهابه يعني نعم نربي أنفسنا يعني على عقيدة ما تدفئ مشاعرنا وتطمئن قلوبنا وعقولنا بغد أبعد بكثير من هنا، لكن يظل مع ذلك التقلبات الروحية والأسئلة الوجودية تسيطر على ما جدوى هذا البناء، أفعل هذا أم أفعل ذاك، وتتعرض بقى في كل ذلك إلى تيارات فلسفية كبيرة زي فكرة جدوى الحياة، عبثيتها من عدمها، قداستها، إلى هذه الأمور. أنا أدع يعني أفتح الباب واسعا لنفسي أن تصول وتجول في مثل هذه الأفكار وتتقلب فيها، يعني لا أريد أن أكبتها بمجانية تربوية معينة، تربية مجانية، لا أريد لها أن تغامر وتسافر وتذهب هنا وهنا وهناك وفق ما تشعر به. لذلك أحسنت. أترك الباب واسعا أيضا نعم. ضمنا للهاجس هذا الأبد، ومن المؤكد أن وربما نور أخويا صديقي اليقين يعني من تفضل ندوب بعجالة. الحياة الشعرية. أحسنت أحسنت يا حاتم، ومن المؤكد بإذن الله أن نور اليقين بسطه الله بين يديك قصيدة وفي وجهك صورة ناصعة الملامح. ابقى معنا، لا يزال في جعبتنا أو جعبتنا القليل من الوقت. مشاهدينا الكرام، نخرج إلى فاصل قصير ومن ثم نواصل، ابقوا معنا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، ما زلنا في هذه الحلقة من بيت القصيد، ولمن التحق بنا في هذه اللحظات معنا من مصر الشاعر حاتم الأطير. حاتم، إلى الشعر مباشرة، اقرأ ما تحب وعساك تنحاز للعمود هذه المرة، لا بأس، اقرأ ما تشاء، تفضل. الأنا الراكدة، هل تعرف الإنسان؟ أعرف أنني قمل على فرو الطبيعة عائش، مصاص زينتها وشافط نورها، ومفتش فيها الحياة وناكش، حقدي على عصفورها قاصر، سألعق جوها لو أن جسمي رائش، لكنني طين ومعجون بماء مالح رباه ليل غاطش، بوابتي للأرض عضو خاشع في جسم أمي، والصراخ مفارش، والأرض مدرستي، ومنذ دخلتها وأنا أحاور شوكها وأناقش، خشخاشها السكران أندلسي، فزد رئتي لكي تزرق في مراكش، وامنح قفايا الظل حتى الآن لا تحن على هذا الشقي عرائش، الركض بختي والصحارى قسمتي، يعني أنا عرق وكلي عاطش، شكلي بلادي تحت عيني أسود، وشفاهي احترقت وشعري هائش، تمشي على أعصابي الدنيا كما تمشي على الدور الندية داعش، لم أبتدئ حربا ظللت مسالما حتى رموا وردي فرحت أناوش،
سيفي صحيح أخضر لكنه يحمر لو خدش الحديقة خادش. يا سلام. والكل في قلبي، الكل في قلبي، لأني عارف أن الخصومة انتقام طائش. لو أن أعدائي خراف ضالة ما زال في قلبي ربا وحشائش. متكيف والمتن ليس يهمني، بالعكس مبسوط لأني هامش بأناقة أصف الكآبة ناهدا، ولذا أداعب جمرها وأناغش. لو ينفش الفنان ريش خياله فلأن جمهور البلادة نافش. ملقا على ظهري اليدان وسادتي، وأقول للملكوت ربك داهش، وأقول للسلطان زدت ربابتي حرية شكرا لأنك باطش، وأقول للناس الطيور هي التي نزلت لكم حيث البيوت عشاعش. استمتعوا بالطين وهو مسائل، وبجبة الإنسان وهي زراكش، وتكلموا إن الكلام شريعة الناس السما، والصمت دين فاحش. ما شاء الله عليك يا حاتم، لا فض فوك، دائما مبدع ومختلف. أنت شاعر فيلسوف وكذلك فيلسوف في شعرك يا حاتم، ما الذي تريده من الشعر؟ أجب نفسك كما لو أن أحدا يسمعك، كأنك تكلم نفسك، ما الذي تنتظره؟ ما الذي تريده؟ ما هو المطمح الأعلى من الشعر والقصيدة؟ يعني أريده لا ينساني يا صديقي، يعني سلام. أنا ما نسيت الشعر قط، أقسم لك على هذا، في ثانية واحدة من حياتي لم أنسى فيها الشعر قط. يا ما حد سلام ما حد يا سلام يا انطلقته سلام. لحظة أو تخليت عنه لحظة أو بخلت عليه في شيء. أريد من الشعر حقيقة أن يمنحني سره، يا سلام. لأنني إن حست سره حست كل شيء، فلا أريده أن يتخلى عني ويتركني دون أن يمنحني سره حتما الأعظم. لن يتخلى أريد عنك من يا الشعر حاتم، أن أكون شاعرا، لن يتخلى أقسم الشعر لك على عنك هذا، يا لا أريد حاتم، من الشعر أكثر من أن أكون شاعرا. لن يتخلى الشعر عنك وأنت تقول هذا بصوت مجروح، بصوت مجروح وبقلب مشروح أكيد يا حاتم، لكن هذا الجرح الحاضر في صوتك وأنت تقول أريد من الشعر ألا ينساني، كفيل هذا الصوت بأن يجعل الشعر واثقا بك وبتجربتك، وبالتالي يفتح أمامك الأبواب والنوافذ المغلقة. نريد قصيدة قصيرة ما أمكن، لأن الوقت داهمنا للأسف، الوقت معك مر عذبا كالنسيم وسريعا خاطفا كالبرق. قصيدة قصيرة نختم بها هذه الحلقة، تفضل يا حاتم. شفاء لين من الجنيهات، هذه الكف فارغة، وبالخناجر هذا الظهر مكتظ. أذوق الناس قلبي رقة نضجت على المحبة، لكن قلبهم فظ. وللحياة وهبت الظل من شجري، فأنزلتني بلادا كلها قيظ. وكاد غيظي يرج الأرض منتقما، لولا التقيتك فاستشفى بك الغيظ. الله. كأن صدرك لما ضم زلزلتي شيخا، كأن صدرك لما ضم زلزلتي شيخ مهمته الإقناع والوعظ. تلا على الروح وردا من أنوثته، معناه موسق حزني واحتوى اللفظ. هنا استقمت صراطا فوق نرجسه، مشى الرضا والهنا والبخت والحظ. نسأل الله أن يرزقك هذه الرباعية العذبة التي ختمت بها هذه القصيدة يا حاتم الجميل. قبل الختام ظل أن أطرح عليك السؤال الأخير، أمنيتك في بلدك التي تحب، بلدك التي تنتمي إليها من أجل تقدير الأدب والأدباء وحتى ينال الشاعر الحقيقي مكانته، أمنية تطيرها في الفضاء الطلق المفتوح، رسالة يحملها الريح إلى حيث يحملها أو تحملها الريح، لا بأس تفضل. لا أريد صديقي من يعني لا أريد من بلادي الشعرية
يعني أو من الشعر في بلادي سوى أن يعرف الشعر لا الشعراء. عشت يا حاتم، وأسأل الله أن يحقق لك هذه الأمنية وهذه الرجاءات السكرية العذبة، وأنت شاعر حقيقي وإنسان بكل ما تحمل الكلمة من معنى. سعدت جدا بمحاورتك وبسماعك شاعرا ومتحدثا عذب اللسان طيب البيان، حاتم الأطير من مصر. وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، ماذا تقول في الختام؟ أنا أقول يا صديقي الشعر والخير لكل مشاهدينا، وأشكرك جدا على هذه الاستضافة الجميلة، شكرا وأرجو جزيلا أن لك، أكون ضيفا خفيف الظل على أرواحكم جميعا. كنت ذلك وهكذا تبقى دائما حاتم الأطر من مصر. شكرا جزيلا لك الشعر الجميل. مشاهدينا بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة من بيت القصيد. في الأسبوع المقبل يتجدد لقاؤنا وإياكم رفقة شاعر آخر، وحتى ذلك الحين لكم مني أطيب التمنيات، دائما كونوا في أمان الله، إلى اللقاء.